أعزائي مشاهدي يوم السادس، أهلا بكم ومرحبا. معانا ضيفة فوق العادة النهاردة. زي ما كلمتكم قبل كده في البرومو اللي عملنا عن دورين أسعد، كلمتكم قلت لكم أنا هيبقى معايا ليدي من ليدي بتوع زمان. معايا ليدي من ليدي بتوع زمان زمان، كأنها كده هانم من الهوانم بتوع زمان، هوانم فردنسي. بس لما تيجوا تشوفوها وهي بتشتغل ضد 100 راجل من الحواري بتوع شبرا، يعني من الخلفاوي وبتعرف بتاعت شغل في شبرا. معانا النهارده دورين اسعد. اهلا يا دورين، اهلا بيك. ميرسي، اهلا بيك. انا كمان النهارده الموضوع اللي هنتكلم فيه هو دور المرأة الناطقة باللغة العربية في العمل العام. ودورين ليها مجال كتير قوي في مجال العمل العام، وبالذات في منطقه مدينه اسمها قصار. ودورين من الجيل الثاني، يعني اهلها هم اللي هاجروا لكندا ولكيبيك في الاول، وهي نشأت ولدت في احضان كندا، لكن جذورها ممتدة لحد فاصل. خلينا دلوقتي نتعرف الأول على دورين. أول سؤال النهارده هنسألها بعد التحية وأهلا بيكي، قول لنا مين دورين أسعد؟ كلمينا شوية، عايزين نعرفك أنت أقرب من الصور والفيديوهات اللي إحنا عرفناها عنك الفترة دي. ميرسي مجدي عشان السؤال، بس قبل ما ارد عليك عاوزه اقول لكل الناس اللي بيسمعوا النهارده ان انا ليا اتس ريلي ان اونر ان انا ابقى هنا معاكم في الشو بتاعت اليوم السادس. ريلي يعني اتس ان اونر. فكنت عاوزه اشكرك مجدي وكل الناس اللي بيسمعوا الانترفيو بتاعنا النهارده، ان انا فرحانه قوي ان انا معاكم النهارده. فعشان ارد على السؤال بتاعك، انا اسمي دورين اسعد، انا ثقافتي كندية، أنا اتولدت هنا في كندا بس عيلتي هجروا من مصر في السبعينات وعشت هنا وذاكرت هنا واتجوزت وكبرت العيلة بتاعتي هنا في بروسار. فبروسار is my home. فمعلش بلخبط شوية الإنجليزي على العربي على الفرنساوي عشان العربي مش أول لغة عندي، بس اتعلمتها عشان كل صيف لما كنت صغيرة كنت بنزل مصر، كنت بروح اشوف ازور العيله بتاعتي ولقطت اللغه عرفتها بس هي مكسر شويه. انا شايف انك بتتكلمي عربي زي الحلو زي الحلو يعني، وكمان انا عارف انك بتتكلمي فرنش وانجلش. طبعا ده شيء جميل ان احنا بنشوف حد بيتكلم لانجوج. يعني ميرسي ميرسي انك بتقول لي كده مجدي، عشان انا يعني I want to do honor و express myself well عشان كل الناس يفهموني. ف I appreciate انك بتقول لي كده. فأنا زي ما قلت لكم أنا اتولدت في كندا وعشت هنا طول حياتي. أنا ذاكرت في Applied Mathematics رياضة وكمبيوتر ساينس، واشتغلت في شركات كتيرة قوي هنا، شركات بتبقى معروفة هنا في كيبيك كندا زي Bombardier، it's an aerospace company. اشتغلت في CN which is a rail company, Canadian National Rail. اشتغلت في البانكينج اندستري شركة اسمها ديجاردان. فأنا طول عمري كنت بشتغل في Process Optimization، على الاوبتمايزيشن دي بروسيسز. فلقيت نفسي embarking in politics، بس انا I was always someone that was involved. ف مش عارفه لو رديت على السؤال، لو في حاجه زياده عاوز تعرفها عليا. بس لا، حلو جدا، الاجابه واضحه جدا بالنسبه لنا. بس ايه اللي خلاك تفكري تسيبي بومبارديه والشركات الكبيره دي وتنتقلي اتجاهك للعمل العام للسيرفنج كوميونتي helping others والسيتي كونسل ومجلس المدينه والحاجات دي؟ Why did you think about that? It's a good question. انا initially it happens on its own in the sense ان انا بحب ابقى في وسط الناس، بحب اساعد الناس اللي حواليا، وانا كنت very involved اصلا. فجم يجيبوني يعني في البوليتكس، جم يقولوا لي دورين لازم تترشحي. وكنا في الوقت كانت للسيتي كونسل، ده كان في 2009، بس كنت بشتغل في نفس الوقت. يعني هي السنه دي بس في اخر سنتين ان انا بطلت الشغل اليوم عشان اكونسنتريت على البوليتكس فول تايم، وهقول لك ليه بعد شويه. بس فور مي ات واز اولويز اباوت بابليك سيرفيس، بغيت تو بوفوار ايدي لي جان.
فأنا لقيت نفسي I was recruited and then to embark in politics في 2009 وبقالي 8 سنين سيتي كونسلر هنا في بروسار وكنت بعملها في نفس الوقت مع الشغل اللي رايت يعني هم الناس حاجات تغيرت بعد كده يعني الناس هم اللي أرغموكي ان انت تشتغلي في العمل العام وتسيرف الكوميونتي ولقوا انهم انت بتاد فاليو ليهم فقررتي ان انت تساعدي الناس في مراحل مختلفه انا فور مي بالظبط اتس ان اونر تو سيرف بس في نفس الوقت I think I responded to a need هنا في بروسار. أصل في cities في كيبيك زي مونتريال وبروسار و surely some others say very multicultural. فأنا كنت the example of a second generation you know immigrants that integrated well in the province. إن أنا بتكلم اللغة هنا واللغة اللغة بتاع كيبيك فرنساوي. فذكرت فرنساوي بتكلم إنجليزي وبتكلم شوية عربي. ف بتخليني كده an example of someone that took the best of both worlds. ما أعرفش لو أنت فاهم أنا قصدي إيه. Yeah, طبعا. وخليني برضو نقول للسادة المشاهدين إن بروسار زي ما أنت قلتي مالتي سيتي هي فيها حوالي 4000 ناطقين باللغة العربية عربية مختلفة سواء كانت لبنانيين أو جزائريين أو مغاربة أو مصريين ليهم دور وليهم مجال كبير قوي في بروسار. كونك امرأة يعني الومن في العمل السياسي عددهم قليل قوي وفرصتهم قوي يعني احنا كنا فاكرين ان ده دي طبيعة الميدل ايست او الدول الخليج العربي لكن ده يظهر واضح بشكل كبير جدا وبالذات في كيبيك يعني احنا كنا مستغربين ان المرأة ملهاش دور كبير في كيبيك في العمل العام وبالذات في السياسة فدورك ان انت النهارده بتساهمي في ده بتغيري منظومه وبتغيري الطريقه العامه للانتخابات وللسياسه مظبوط كده كلميني على الموضوع ده شويه هكلمك شويه على الموضوع ده and it's very pertinent اللي بتقولها عشان even كمان في الكامبين بتاعتي دلوقتي بقول للناس ان مفيش ستات كتير قوي في البوليتكس في كيبيك I think one province no one city out of five عندهم a mayor that is a woman less than 20% عند في الكونسل ليفل فاحنا مش كتار يعني اصلا ويعني probably ممكن نتكلم a whole episode بعد كده as to the reason why فأنا مش هدخل في الحكاية دي بس طبعا it's not easy إن الواحد to embark in politics هي مش حاجة سهلة وال rules different شوية عن واحد كده عاوز بس يشتغل يعني you don't do an interview ودخلت no تبقى real investment in time and effort إن الواحد لازم to be known لازم الواحد يقدر يلاقي الفلوس عشان يعمل الحكايه دي فيها فاندريزنج كتير قوي وبعدين ممكن تشتغل سنين عشان الناس يعرفوك وفي الاخر في الالكشن ما تحصلش so it's not something يعني I applied and I got it no مش كده في البوليتكس خالص هنا في كندا وفي كيبيك it's an election فانا دلوقتي after 8 years في الكونسل I decided that it was time to become mayor وده بقى السؤال ده دورين أسعد يا شبابنا في اليوم السادس كل المشاهدين بتاعنا مرشحة لدور العمدة أو لمنصب العمدة The Mayor of Prusar بالضبط انتخابات في بروسار مختلفة شوية عن الانتخابات اللي احنا نعرفها مثلا المشاهدين في أونتاريو أو مختلفة للمشاهدين اللي بيجددهم سواء كان في الانتيست أو في أي حتة تانية هي مختلفة شوية. مختلفة. كلمة شوية عن دورك والانتخابات في بروسار. أوكي. أنا مش expert بقى في the rest of Canada بس ممكن أقول لك إننا في كيبيك عندنا كندا which is a federal politics. عارف زي the national security والimmigration والحاجات دي. Yeah. وبعد كده عندنا provinces. Yeah. في البروفنس بتاع كيبيك فهي بقى it's in charge of issues such as healthcare وحاجات كده. بس هي provincial government قالت إنها مش عاوزة تمسك مثلاً the management of services, certain services. Des services de proximité, هقول لك, comme le déneigement, l'enlèvement des déchets. So, if we talk about garbage removal, snow removal, the library, water, عشان المية تيجي للبيوت, دي حاجات البروفنس قالت إحنا مش عاوزين to be in charge of that for everybody, فهنديها للmunicipalities, للcities. There's many cities in Quebec and they have councils. The council ده بقى في on average يعني most places
is 6 city councillors and 1 mayor. بس هنا في بروسار عشان احنا we're a bigger city, هي عندنا about هقول لك 87,000 residents, of which I think about 64,000 about are voters. فيعني it's almost, we're getting close to 100,000 citizens في city دي. ف we have a council of 10 people with the mayor. مش عارف اقول councillor ازاي في عربي, معلش لو تعرف تقولها لي. بس councillor اللي هو المجلس او مجلس, اوكي زي مجلس او اوكي. فهي بقى بروسار مقسومه 10 sections, 10 حتت. فانا كنت I'm currently representing a district, احنا بنسميها district هنا في بروسار, district 9. فأما قررت ان انا احاول ابقى عمدة السيتي بتاع بروسار, I created a new team. فهنا بروسار في 3 political parties. عندنا political party بتاعت المير الموجود دلوقتي. عندنا another political party بتاعت المير كان موجود في 2005 بس ما he didn't get re-elected 4 سنين بعد كده. وبعدين في new team بتاعتي انا اللي اسمها بروسار انسامبل. طب خلينا نتكلم كده تاني عشان بروسار مع بعض. خلينا دي فيز عشان الاعزاء المشاهدين في اليوم السادس يتابعونا برضو بطريقه اكتر. المير المرشح النومينيتد مير او البانر مير من حقه يعمل البارتي بتاعته ومجموعه معاه هم البارتي بتاعته اللي بيخشوا بيشاركوا في الانتخابات. التصويت بقى بيمشي ازاي؟ يعني انا لما اروح ارشح, لو انا عايش في بروسار وبرشح اكس او زد او اي او بي, برشح ازاي؟ اوكي. فهنا في كل البروفنس بتاع كيبيك يوم 5 نوفمبر في الانتخابات. فواحد قاعد في بروسار عاوز يروح ينتخب وعاوز ينتخب بروسار which I hope is the case. هيروح على البلتين فات وفي ورقتين قدامه, واحد للسيتي كونسلر وواحد للمير. Two separate votes. هعملها مرتين. Two separate votes. بالضبط. اوكي. ففي في البروفينشال والفيدرال يعني if you in any case يعني so هي two separate votes. فهم ينقوا عاوزين مين للسيتي كونسلر وبعد كده هيقولوا اوكي انا عاوز فلان يبقى مير. فهوبفلي هيعملوا ايه؟ لو هم قاعدين في السيكتور هديك اكزامبل يعني في 10 ديستريكت. سو لو خدنا ديستريكت 1 هنا في بروسار, في ديستريكت 1 عندنا كل السيز وابارت اوف ذا بيز. ده يعني ايه؟ كل الشوارع اللي بتبتدي بالليتر سي حطوها في نفس الحته. ما اعرفش لو فاهم قصدي, يعني هيبقى في رو دو كولون, رو شاتو نيف, يعني كل شوارع بتبتدي بالليتر سي فحطوها في ديستريكت. فالواحد اللي هيروح ينتخب انا عاوز ينتخب مين؟ ماي كانديديت اللي هناك كريستيان جودت مثلا, هو ماي ريبريزنتيف اوف ديستريكت 1. فيروح يقولوا اوكي عاوزين كريستيان جودت, بعد كده يقولوا اوكي عاوزين دورين اسعد تبقى المير. فانا اي هوب يعني ديبيندينج اون وير دي ليف في بروسار ديل فوت فور ماي كانديديت اند ذن فوت فور مي في الديستريكت بتاعتك. بالظبط. تمام, وي جوت ات فيري كلير, ثانك يو سو ماتش. طب خليني اسال سؤال ثاني بقى. اوكي. ايه ممكن الجاليه العربيه او الناس اللي ناطقين بالدول العربيه ايه الدور اللي ممكن يعملوه وانت طالبه منهم ايه؟ المسرح بتاعك يعني تقول لهم انت محتاجه منهم ايه وازاي صح الرانر للمير بتاع. اوكي. It's a good question عشان unfortunately the participation في المunicipal بتبقى قليل شويه. لو بصيت السنين اللي فاتوا تقريبا 30% الناس راحوا ينتخبوا. فانا احب يعني ان الناس ياخدوا a deeper interest, they plus intéressés puis d'aller voter. فانا المساعده اللي انا that I can ask for is كلموا كل الناس اللي تعرفوا في بروسار. لو تعرفوا ناس هم citizens are of voting age and they're on the electoral list, قول لهم يروحوا يشوفوا الويب سايت بتاعتي ويشوفوني يلاقوني على فيسبوك ويكتبوا لي عشان انا اعرف هم مين. دي حاجه مهمه قوي ليا ان الناس يعرفوا. I want to be reachable, يعني مش عاوزه ان انا اجري ورا الناس, عاوزاهم يعرفوا ان انا موجوده, محتاجينها تبقى تاخد ثانيه بس مسج كده بمسنجر وخلاص. وبعدين انا هعرف هم مين وهم يخرجوا يوم 5 نوفمبر
ويروحوا ينتخبوني دي هتبقى احسن مساعده ممكن يعملوها لي. بس طبعا بمناسبه التواريخ يا دورين انت قلتي 5 نوفمبر ده الفاينل الكشن، لكن في يوم مهم قوي بالنسبه لي في يوم 22 سبتمبر في اكشلي قبل يوم 5 نوفمبر انت اوكي رايت ابسولوتلي يوم 5 نوفمبر يوم الانتخابات، قبلها باسبوع في يوم كمان بنسميها البي في ا اوكي سي لو فوت بار انتيسيباسيون، يعني لو الناس عارفين انهم مش هيبقوا في البلد يوم 5 نوفمبر ممكن يعملوها قبلها باسبوع. اوكي انا مش فاكره الديت باي هارت معلش بس هي موجوده على الانترنت. ويوم 22 سبتمبر يوم الجمعه الجاي احنا هنعمل البارتي لانش بتاعنا، فده يعني حفله كبيره قوي. النهارده احنا السبت كام يا جماعه؟ النهارده احنا السبت 16 كمان بالظبط يوم الجمعه الجاي كومينج فرايدي نوت نيكست فرايدي كومينج فرايدي بالظبط يوم 22 سبتمبر في سيلبريشن بارتي مع عملاها دورين اسعد صدر الشهر مظبوط؟ بالضبط 6 بي ام 6 to 8 تعالوا، يعني انا it's an open door an open invitation ان كل الناس اللي عاوزين يقابلوني ويجوا يشوفوا احنا بنعمل ايه تعالوا come celebrate with us. يوم 22 هتبقى ليله حلوه قوي and it's gonna set the tone for the campaign. So but moi, je veux donner goût aux gens de cette belle aventure pour qu'ils aient du plaisir là-dedans et qu'ils s'intéressent à la politique. And I was a nest to become interested again in politics, to gain their faith again. عشان بيحصل حاجات هنا في بروسار يعني احنا ما دخلناش فيها بس قررت ان انا اترشح عشان شفت الحاجات اللي عجبتني وشفت الحاجات اللي مش بحبها. وفي مشاكل هنا في بروسار right now. وانا عاوز اغير ده كله. انا عايز اجيب سيت المشاكل دي من بعيد او من قريب. في مشكلتين انا لاحظتهم لما كنت بتابع الحمله في الانتخابات بتاعتي. مشكله كبيره شويه في كيباك، هم دايما بيقولوا ان في كيباك في اربع شهور في السنه وينتر وفول وكونستراكشن وكونستراكشن، فهم دول اربع شهور في السنه عندكم بجد. الكونستراكشن فيها حاجات هيدن كده بتحصل محدش واضح له اللي بيحصل، وبالذات في بروسار انت كلميني عن الموضوع ده. الحاجه الثانيه لاحظت ان بروسار زي مصر بالظبط 30 سنه مليون واحد ما اتغيرش، يعني عمال يجدد في نفسه يظهر ولا ما اعرفش. احنا عايزين نفهم ايه حكايه المير اللي بيقعد 30 سنه ده؟ مفيش اي بتحصل، مفيش اجيال جديده بتتحقق، مفيش دم جديد بيطلع في الميديا. اي نو مش ممكن، ده احنا بنتكلم ده مصر ما حصلش فيها الكلام ده من زمان. You're right يعني الحق، بس to be fair يعني عشان ما اقولش حاجه غلط. Yeah, هو المير الموجود دلوقتي كان عامل كام سنه وبعدين كان he retired وقرر انه يرجع في 2009 اوكي؟ هو هي عمل كده كام سنه he stopped وبعدين he came back to solve some problems. ف واول ما بديت صدقني it was not so bad، الحاجات كانت كويسه. بس هي في اخر كده مانديت اقول لك من 2013 ابتدينا نشوف حاجات ما عجبتناش. فعاوزه انقي الكلام بتاعتي كويس، بس شفنا ان القرارات بتاعته بتتاخد بطريقه احنا مش موجودين، يعني مش حاسين ان احنا عندنا صوت في الحكايه دي. يو ار نوت انجيج، ما فيش مشاركه في القرارات اللي بتتاخد. بالظبط. وبعدين بقى it's a boys club. It's the truth يعني زي ما قلنا ما فيش ستات كتيرة. ف sometimes كنت بحس إن ال agreements كانت بتحصل in another place another venue another environment and if you wanted to be a part of the team just go along. وأنا ما دخلتش في politics عشان كده. Yeah. ويعني some bad decisions were made. حاجات that was not okay يعني. قبل ما أختم معاك يا دورين عايز أعرف شوية دايما الفاميلي ليها رول في حياة البوليتيشن يعني أو الناس اللي بيشتغلوا في العمل العام. وجودك أنت في الفاميلي الصغيرة في الأسرة بتاعتك الصغيرة ودورك معاهم أنا كانطباع من بعيد أنت هيبقى إيه دورك في الفاميلي الكبيرة اللي هي بوسار كأسرة كبيرة؟ كلمينا شوية أكثر عن دورك في الفاميلي وإيه أنت فكرتي تعملي ده، وهل ده مش هيأثر على أسرتك وعلى بيتك الصغير وعيلتك الصغيرة؟ Yes and no. هشرح لك. اوكي انا بقالي انا اتجوزت اوكي سو 17 years انا متجوز جوزي وهو كان عنده مشروعات كبيره قوي بيشتغل في التليكوم وكل حاجه وكان بيسافر كتير وقته دلوقتي قل شويه في الحاجات دي.
فلو سألتني السؤال كده من 4 سنين كنت أقول لك it's impossible, يعني my life dynamic doesn't allow for it, عشان طبعا my family is my first priority. بس بعد ما جوزي ماجد بطل إنه يعمل traveling كتير قوي وشاف الحاجات اللي أنا شفتها, هو واقف جنبي, يعني he encourages me. فالفاكت إن إحنا واقفين جنب بعض كده إيد في إيد بتديلي الانرجي والكورج والانجويمنت ان انا بدخل فيها, يعني مش حاسه ان انا لوحدي, هو واقف جنبي وبيسندني وبيسمعني لما بكومبلين وبيديلي ادفايس, فبحس ان انا الحكايه دي بتساعدني قوي 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 in my energy in my morale and my excitement towards this. من اليوم السادس بقى احنا هنوجه له تحيه ماجد ونقول له يعني ثانك يو سو ماتش فور سبورتنا الفرصه دي ان احنا نتكلم معاكي وان احنا نعرفك. بالظبط ميرسي, ذاتس سو ترو, يعني من غيره ما كانتش هتحصل. واحنا عندنا 3 عيال دول يعني they are my everything, my world, حبايبي. ولد وبنتين, ماثيو عنده 15 سنه, كريستينا عندها 12 ونص, وكاساندرا البيبي بتاعت العيلة عندها 10 سنين. فهم يعني صغيرين بس مش صغيرين قوي, لو كانوا في الكوش كمان وبجري وراهم يمكن كنت أقول لك it's not the right time again, بس هم دلوقتي بيساعدوني. يعني أنا سألتهم الإذن قبل ما أقول لهم أنا عاوز أبقى على العمدة, قلت لهم إيه رأيكم؟ أنتوا نفسكم تشوفوني إن أنا أبتدي الحكاية دي؟ وهم عارفين إنها شغلانة, يعني it's a big job, بعملها from morning till night, I'm always campaigning. فقالوا لي إنهم وقالوا لي go for it يا مامي, وبيجوا معايا, بيجوا معايا الكونسل. أنا بسمع إنهم بيجوا معاك بيوزعوا فلايرز وبيبقوا موجودين في السيتس بالظبط, بيتكلموا معاك وبيتكلموا مع الحضور, يعني بجد مجدي I am not exaggerating, يعني الكلام ده صح. بنبقى في الببليك اسامبلي وبيسجلوا وسمتايمز بعمل كده الو, بقول الو لمين؟ بنتي قاعده قدام في اول صف بتقول لي برافو يا مامي, بتسقف لي كده كويس, ببقى فرحانه. ودي اهم حاجه كمان, لازم كلنا نحب احنا بنعمل ايه, عشان بوليتكس sometimes بتبقى جامد شويه, بتبقى a lot of criticism, a lot of attack, a lot of judgment. بس انا for me it's not like that, انا for me I'm seeing it as positive, عشان بقول لعيالي ايه, لو في حاجه عاوزين تغيروها take a chance and do it, بدل ما تكمبلين make the necessary effort to change what you don't like, هي اللي كوراج دي شانجي لي شوز. فاهم قصدي؟ يب. اوكي دورينا يا سعد, انا في اخر الحلقه بشكرك جدا على الوقت بتاعك وعلى النهارده, واحنا في اليوم السادس ادي العمل كله باسم الساده المشاهدين ومالك التوفيق انتخاباتك اللي جايه, سواء كان تحضير لها يوم 22 سبتمبر او الفاينل 5 أيام قبل 5 نوفمبر. مظبوط 5 نوفمبر, اوعى تنسوا 5 نوفمبر, قولها تاني كده وثالث ورابع, اقول لهم يعني it's a very important date ليا, عشان انا بحلم ان بروسار تبقى معروفه لكل الناس, يعني عاوزه كل الناس في الدنيا تقول احنا سمعنا عن بروسار والميرس, لا نوفيل ميرس دورين اون اتوندي بارلي ديل, عاوز الناس كده يبقوا اكسايتد باي واتس هابينج هير, وانا اي لاف ماي سيتي, يعني ف ايم هوبينج تو دو جود. وعاوز اشكرك مجدي عشان الاوبورتونيتي دي, فخليهم لا ده انا بشكرك دورين, و ثانك يو سو ماتش فور تايم توداي, وانت النهارده اثبتي واثبتي الساده المشاهدين ان البروموشن اللي انا كلمت عنك في الحلقه طلع مش كلام وبس, لا ثانك يو زي ما شفتوا اعزائي مشاهدي اليوم السادس, انا قلت لكم ان انتوا هتشوفوا النهارده ليدي وهتتكلموا مع هانم من الهوانم بتاعت سيتي بتاع زمان, بس زي ما شفتوا وهي بتتكلم وجرأتها وحماستها والانسوزيازم بتاعها انها عايزه تعمل حاجه جديده لبلدها والمنطقه اللي هي عايشه فيها, اهلها وناسها اللي حواليها, ده هو الموتيف بتاعها, ده كان واضح قوي لما انا حسيتوني انها واحده بقى من الخلفاوي زي ما بقول, انا دايما شبرا كده ست راجل بتخش قلبها جامد وسط المعارك اللي بتحصل في الانتخابات عشان الناس وتعرف وتساعد كل واحد قدر يساعدها كلهم.
طبعا لكل الجاليه العربيه اللي موجوده في مونتريال وبالذات في قطر، بتمنى لكم ان انتم تكون ليكم دور كبير ومساهمه. انا كنت بقول دايما 4000 لو كل واحد جاب 10 جبنا 50% من الاسواق بتاعه البلد. فيا ريت كلكم تتابعوا، حصلت لكم كل اللينكس الثاني عن دومين اسعد، وحصلت لكم الايفنت اللينك بتاعته اللي موجوده على الفيسبوك. الايفنت اللي عايز يحضر يبعت المسج ان هو هيشارك 22 سبتمبر الساعه 6 الثالث. لو في اي حاجه انا فيها محتواها كلها موجوده ليكم في اللينك اللي موجوده تحت الكومنتس تحت الحلقه دي. ويروح يشوفوا الويب سايت ها كمان بتاع بروسترا. لازم كمان تبصوا على الويب سايت بتاع دورين، وبشكرك تاني دورين، وبقول ربنا يوفقك. ميرسي ميرسي قوي مجدي. اي هوب ان انا هشوفك يوم 22 كمان باذن الله. ربنا يسهل ان شاء الله. ربنا يسهل. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو اعزائي المشاهدين، بشكركم على متابعتكم للحلقه دي، واصبحوا على خير.